الاجتماع والفعالية بتاعة الإعداد لملتقى لتوظيف المعاقين هي جزء من رؤية أكبر ومجموعة فعاليات مختلفة في قطاعات مختلفة، زي ما معالي الوزير شرح في شغل بيتعمل في مجال الاحتفالات اللي ليها صبغة رياضية، الماراثون والأولمبياد الخاص، في شغل بيتعمل في مجال الاحتفالات الفنية، حفلات هتتعمل في الأوبرا وفي مراكز الثقافة، في شغل بيتعمل مع وزارة الثقافة لإتاحة أماكن مخصصة للمعاقين في وزارة النقل، فهي مجموعة من الفعاليات المختلفة بمناسبة احتفال العالم ومصر باليوم العالمي للإعاقة. في المجلس القومي للإعاقة كان في جهد اتعمل مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر المعاقين في محافظة المنوفية، هذا الجهد بينتهي تقرير بتاعه علشان نعلن عن حصر مدقق متعمل للمعاقين في محافظة المنوفية. أيضا طلبنا من وزارة التنمية الإدارية إنها استنادا لتجربتها في قاعدة بيانات تسجيل المرضى الفيروس سي، إنها كانت سريعة جدا والناس دخلت بسرعة ودت بيانات، إن إحنا صممنا معاهم قاعدة بيانات علشان الناس تدخل وتحط الرقم القومي وتستخدم ماني ويختار منه نوع الإعاقة، فيبتدي يبقى فيه تيسير على الناس إن هي اللي تتقدم والأسر وتسجل أبنائها وتسجل نفسها كمعاقين، فيبتدي بشكل سريع يبقى عندنا قاعدة بيانات للمعاقين في كل المحافظات بتتضمن درجة التعليم، بتتضمن أيضا نوع الإعاقة وطبيعتها. بعد كده بندخل في درجة مختلفة اللي هي الكوميسيون الطبي والشهادة اللي بتديني نسبة عجز معينة وتسمح لي بالعمل وطبيعة العمل شكله إيه أو بتجعلني مستحق لمعاش. احنا في وزارة التضامن بنشتغل على لمن هم عاجزين عن العمل على معاش اسمه كرامة، هذا المعاش الشهري اللي هيكون دعم نقدي شهري لمن لا يستطيع العمل علشان يحفظ كرامة المعاق واللي مش قادر يشتغل الدولة تسنده. لكن احنا هنا بصدد الكلام عن الكرامة الحقيقية بقى، اللي هي الكرامة اللي في العمل، الكرامة اللي الواحد بيكتسبها لما يكون بيكسب من عرق جبينه، وهي دي الكرامة اللي احنا عايزين كل المصريين يتمتعوا بها. فاحنا كلنا بنشتغل مع بعض من أجل هذا الهدف، إن الإنسان القادر على الإنتاج لن يشعر بكرامته غير إذا كان فعلا منتج وبيضيف لنفسه والمجتمع. من وزارة التضامن احنا بنعمل دلوقتي مخاطبات لكل الجمعيات الأهلية اللي بتشتغل في خدمة المعاقين علشان دول اللي يكونوا موجودين في مثل هذا الملتقى يكونوا مسؤولين عن ان هم يجيبوا المعاقين ودرجاتهم. في جمعيات ايضا بتدرب المعاقين فتقدر تقول لنا ما هي المهارات اللي موجودة عند مجموعات مختلفة وفئات مختلفة وانواع الإعاقة الأربعة، يقدروا يقولوا لنا في كل جمعية مين اللي موجود وبيبحث عن عمل، ويقدروا كمان يبقوا موجودين في وجود القطاع الخاص عشان يدربوا ويساعدوا في تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمعاقين عشان يلتحقوا بسوق العمل. أنا متصورة أن احنا قبل هذا الملتقى محتاجين نقعد في جلسات نتناقش فيها مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية عشان نشوف ما هي الحزمة التحفيزية اللي نقدر أن احنا كدولة نقدمها للقطاع الخاص علشان نشجعه على أنه يتيح عمل فرص عمل للمعاقين. فلازم يكون في مجموعة من الحوافز التشجيعية بأشكال مختلفة، ولازم نسمع إيه التحديات اللي بتقابل القطاع الخاص في تشغيل المعاقين عشان نقدر نصل لتصور موضوعي، لأنه ممكن بمناسبة يوم الإعاقة ومناسبة هذا الحماس اللي بيجمعنا نعمل الملتقى وينجح جداً ونشغل ناس كتير، بس دي ظاهرة مستمرة. فإحنا لازم الأهم من البرامج إن إحنا نقدر نعمل سياسات مستمرة يكون ليها أثر ممتد نقدر إن إحنا نطبقها على طول ونشتغل عليها، ودي اللي هيكون ليها أثر على مجموعة كبيرة والفترة طويلة. فإحنا سعداء بهذا التعاون مع وزارة الشباب ووزارة العمل ووزارة الصحة، وأتصور إن إحنا هنقدر نخرج منه بوظائف هنقدر نعلن عنها قريبا في القطاع الخاص، وبمجموعة سياسات واتفاقات مع الجهات المعنية علشان نشغل القطاع المعاقين في القطاع الخاص سواء في المصانع الكبيرة أو في المشروعات المتوسطة والصغيرة. أنا أتصور إنه في كل بغض النظر عن حجم المشروع دايما في فرصة لو ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم الرغبة والقدرة والتدريب والتأهيل المناسب. فأنا متحمسة جدا لهذا المشروع وهذا الجهد، وأتصور إنه إن شاء الله هيكلل بالنجاح. مشكور.